السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة لمة العيلة للشرحات. النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نضيف حسابات جوجل مع بعضها على ونشتغل كذا حساب. زي ما احنا شايفين ده متصفح جوجل، احنا لسه منزلينه ومسطبينه حالا، وهنتعلم إزاي إن احنا نضيف عليه كذا حساب، وده ينفعنا إن احنا لو عندنا مثلا أطفال في مراحل تعليمية مختلفة وعاوزين نستفاد معاهم ان هم كل واحد كأن ليه متصفح خاص بيه، او كأن كل واحد بيستخدم كمبيوتر خاص بيه، يقدر يسجل ايميله ونقدر ان هو يحط عليه السجل عنده والضبط والضبط وكده. فاول حاجة احنا شايفين المتصفح هنا في صورة مش موجودة عليها حساب مبهم. الحساب مبهم يعني معناه ان مفيش تسجيل دخول، لم يتم تسجيل الدخول. فاحنا هنضيف دلوقتي حسابات اكتر من حساب، في قدامي خيارين اضيف او ان انا بضيف الحساب اضافة. فانا بدوس هنا اضافة، تمام، لان الضيف بيدخل بدون ايميل، فبقول له اضافة، بتظهر لي الصفحة بالشكل ده. ببتدي اختار الصورة اللي الايقونة للحساب اللي انا هبتدي اشتغل بيه واسجل الاسم. مثلا عندي ابني الكبير او اخويا او اختي او اي حد، فانا بعمل له حساب هنا وبحط ايميله، فليكن حساب مثلا سجله لمة العيلة للشروحات، وهحط مثلا ده كده الاسم بتاع الصفحة خلاص. وبعد كده هبتدي اختار ايقونة من دول بحيث ان انا لما اشوف الايقونة دي اعرف ان ده الحساب. وليكن اول حاجة هنختار الايقونة دي النضارة، بنكلك عليها، وبهتم جدا تحت انشاء اختصار على سطح المكتب لهذا المستخدم. فبخلي الايقونة دي موجودة او الحساب ده موجود على سطح المكتب، علشان بعد كده لما احتاج ادخل للحساب ده اقدر ادخل ليه بكل سهولة. فانا بدوس عليها وبعد كده بقول له اضافة. كده انا عملت الاسم والايقونة بتاعتي، وبالشكل ده هختار اضافة علشان يعني لو في عندي كذا حساب ابقى عارف الحساب كل واحد الايقونة بتاعته غير التانية. هنبتدي نضيف هنا، الكمبيوتر بيحمل، هندوس اضافة، بيظهر لي بالشكل دون دي اللي كنا فاتحينها الاول، تمام. ظهر لي هنا على ديسك توب اللي هو لمة العيلة للشروحات، غير الشخص الاول وغير علامة كروم اللي موجودة تحت. بعد كده بجيب الصفحة اللي هي بتاعت لمة العيلة دي، وابتدي اقول له البدء، او ان انا عندي ايميل بالفعل على جوجل كروم او على الجيميل، ببتدي اسجله هنا. طبعا احنا شايفين فوق شريط الادوات بالشكل ده، انا هبتدي هنا اكتب الايميل واعمل تسجيل دخول لحسابي على الجيميل هنا بالشكل ده. بنكتب الايميل، طبعا الطريقة دي جيدة ان انا اقدر استخدمها ان انا اشغل قنوات يوتيوب بنفس الوقت كذا قناة، او ان انا اقدر اشتغل تصفح. طبعا لو ما عنديش حساب بعمل انشاء حساب من هنا، ولو كنت ناسي البريد الالكتروني او الباسورد ببتدي من هنا وببتدي امشي معاه خطوات استرداد الحساب. بنكتب الايميل وبنقول له التالي. بعد كده بنيجي نكتب هنا الباسورد. خلاص احنا كده عملنا تسجيل الدخول. بعد كده بتجيني هل تريد المزامنة، بنضيف المزامنة ان هي ان احنا بنسجل الهيستوري او السجل بتاعنا في الحساب دوت على جوجل كروم. طبعا ده بيفيدني لو ان انت ليك مفضلات او ليك صفحات حافظها قبل كده، بتتفعل معاك لو انت عملت المزامنة من اي حساب كمبيوتر. بتفتح حساب الكمبيوتر بتاعك طالما في مزامنة، بيجيب اي صفحات انت زرتها من اي مكان حتى لو فتحت من كذا مكان. بنقول نعم موافق، بيظهر لي بالشكل دون. بقدر ان انا اختار المتصفح التلقائي عندي ان هو متصفح تلقائي، فانا بقول له لا عادي، على اساس ان انا عندي متصفح تاني، بحيث ان هو بيتكلم ان هو هيفتح المتصفح، ان اي صفحة انترنت هتفتح معايا بظبطها ان هو كروم هو اللي يفتح. فانا بقول له تخطي، تمام، وبعد كده بيفتح معايا. طبعا شفنا فوق في علامات تبويب كتير او محفوظات كتير ان انا مسجلها. طبعا انا الخلفية دي انا مختارها في ضبط الحساب قبل كده، لان انا فاتحه على كذا كمبيوتر مثلا او موبايل كده. خلاص عندي الحساب موجود فوق لمة العيلة للشروحات في الشخص الاول اللي كنت عامله، فانا هعمل اضافة لحساب جديد بالشكل ده. بيفتح معايا نفس الحكاية، بنبتدي نختار اسم للحساب وبنختار ايقونة، وزي ما قلنا نحط في تركيزنا ان احنا نعمل انشاء اختصار على سطح المكتب لسهولة العثور عليه. بعد كده بنكتب مثلا اسم الحساب الاول، وبنختار الايقونه اللي هي مثلا الاسطوانه دي، وبقول له اضافه، وبتاكد ان الانشاء موجود على سطح المكتب. بعد كده بقول له اضافه،
قبل ما هنقول اضافه هنصغر الشاشه دي بس عشان اثبت لكم حاجه. هنا احنا شايفين في ايقونتين بس موجودين، اللي هو المستخدم الاول وفي لمه العيله، اول واحده كنا فاتحينها اشتغلنا منها. هنا اول ما هدوس على اضافه للاسطوانه اللي هو الحساب اللي هو المستخدم الاول ده، هنا المكان جنب سله المهملات فاضي، اول ما بقول اضافه بتضاف ايقونه لسطح المكتب بالحساب الجديد. خلاص كده انا ضفت حساب تاني واقدر ان انا اضيف كذا واحد. هل تستخدم كروم؟ ان انت لو عاوز تعمل تسجيل دخول الحساب تمام، عندي الايميل والباسورد ببتدي اكتبهم، بيتسجل معايا حساب جديد وهكذا اقدر ان انا اضيف اكتر. احنا كده خلاص كتبنا الايميل، بس في هنا حرفين غلط هنعدلهم، اللي هو الكابيتال وسمول. هنبتدي نعدل هنا @gmail.com. بعد كده انا بقدر ان انا اشغل اكتر من حساب في نفس الوقت، وطبعا كله موجود عندنا على الديسكتوب. الموضوع بيختلف حسب سرعة الانترنت عندي. اذا الانترنت عندك هنا منع الاشعارات، طبعا احنا مش عاوزين اشعارات هنا على الحساب. هندخل هنا نشغل الفيديو التاني. طبعا احنا شايفين ان هنا دي الحساب الصفحة اللي كنا فتحناها الاول اللي عملنا منها حسابات، متصفح كروم العادي. هنصغر دي كمان، اقدر ان انا افتح 2 3 4 5 على حسب سرعة الانترنت. طبعا هنا عندي هنا علامة العيلة موجودة هنا في اليوتيوب، هنا مش موجود تسجيل دخول، علشان كده احنا تسجيل الدخول هنا في الكروم وفي اليوتيوب، لكن هنا في الكروم بس اللي على اليسار، وهنا مفيش تسجيل دخول خالص. طبعا كلهم اقدر اعمل منهم مشاهدات، والمشاهدات بتتحسب والساعات ان شاء الله بتتحسب. طبعا عندي هنا ادي 1 2 3 ثلاث حسابات مختلفين عن بعض بثلاث ايميلات مثلا، اقدر اعمل 5 او 100، بعمل لهم ملف جديد، بدوس نيو فولدر ملف جديد وبسميه حسابات مثلا حسابات جوجل، وببتدي اضيف الحسابات دي كلها واحطهم في داخل المجلد ده، بحيث انه يكون عندي سهولة ان انا اقدر ادور عليهم، بالاضافة لجوجل كروم اللي موجود عندي تحت اللي هو الابليكيشن نفسه. بعد كده عندي الحسابات اهي موجودة في الملف، اقدر احط حساب 2 3 10 100، اي حسابات عندك تقدر تحطها في الملف ده، واول ما بندوس عليهم بيفتح معانا الحساب اللي احنا كنا اللي احنا محتاجين نشغله. كده انا عندي 3 صفحات، قلنا ممكن نخليهم 5 10، كله على حسب سرعة الانترنت. هو سرعة الانترنت هي اللي هتتحكم معانا في الموضوع ده. طبعا هنا في تسجيل دخول على اليوتيوب، لما بنشوف الصورة دي موجودة هنا لما تتعلق للشروحات، فاقدر انزل واعمل اعجاب. هنا هيختلف معايا الموضوع، طالما مسجل على يوتيوب هعمل اعجاب واقدر اعمل تعليق. لكن في الصفحه على الشمال احنا مسجلين في كروم لكن ما سجلناش تسجيل دخول. هنا لو حبيت اعمل هيقول لك سجل دخول في اليوتيوب، احنا ما عملناش تسجيل دخول في اليوتيوب.
هو ده الفرق بين الاثنين، لكن احنا نقدر نعمل تسجيل دخول او ما نعملش كلاهما ان شاء الله. الساعات بتتحسب والمشاهدات بتتحسب. زي ما احنا شايفين قلنا ان الموضوع كله بيندرج على سرعة الانترنت، تقدر تفتح اكتر من حساب. اتمنى ان شاء الله شرحنا يكون عجبكم واستفدتوا، واتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وان شاء الله شروحات تاني كتير. واي حد محتاج اي حاجة، اي معلومة تايهة عنه او حاجة مش عارفها، وان شاء الله اي حد محتاج اي حاجة في شرح او في اي حاجة بالنسبة للكمبيوتر والانترنت، ان شاء الله قناتكم موجودة ومعاكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.